السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين يوميات عائلة حسن وحلقة جديدة من إسكان وعقارات. النهاردة احنا ماشيين دلوقتي على طريق الواحات، رايحين نبص على شقق سكن مصر. امبارح عرضنا لكم شقة رقم 118 متر، النهاردة برضو قلنا نوريكم برضو شقق نموذج تاني اللي هو 115 متر، والطريق عامل ازاي، لان ناس كتير بتسألني الطريق منين. ده طريق الواحات يا جماعة، ورايحين كده احنا على سكن مصر جنب 800 فدان اللي هو الاسكان الاجتماعي. عايزين ده نعمل اشتراك للقناة وشير، هندوس على كلمة اشتراك، بعد كده هندوس كلمة نفعل الجرس وعشان يوصل لك كل جديد. دلوقتي احنا داخلين على الاسكان الاجتماعي ده 800 فدان اللي هو على طريق الواحات ورا المصانع في مدينة 6 اكتوبر. طبعا انتوا شايفين الجمال التصميم للاسكان الاجتماعي وما الطريق، وطريق الواحات على شمالنا اهوت. طبعا احنا كده رايحين على سكن مصر اللي هو تم الطرح عنه واللي هو تبع وزارة الاسكان والتمويل العقاري ومدارة البنك المركزي. طبعا ناس كتير كانت بتقول لي عايزين نشوف الطريق عامل ازاي. طبعا احنا جايين من طريق الواحات، دخلنا على 800 فدان الاسكان الاجتماعي، وادينا ماشيين رايحين نبص على سكن مصر. التقديم طبعا المقدمة 40,000 جنيه زي ما احنا قلنا قبل كده. شايفين اهو ده قطاع الف يا جماعة اللي احنا ماشيين فيه دوت، ان هو متجمع لاربع قطاعات اللي هو 800 فدان. اهو كده داخلين على سكن مصر. طبعا شايفين الجنان عاملة ازاي والتصميمات عاملة ازاي. سكن مصر اللي على شمالنا اهوت، وده الاسكان الاجتماعي على يميننا. طبعا احنا قلنا المقدمة هتبقى 40,000 جنيه لسكن مصر. طبعا دي مدينة 6 اكتوبر من ضمن الطرح اللي اعلنت عنه وزارة الاسكان والتمويل العقاري. ناس كتير كانت بتسأل عن التقديم ازاي. التقديم ان شاء الله هيكون تبع بنك الاسكان والتعمير فرع المهندسين. وبرده كانوا بيسألوني برضو عن كراسة الشروط. يا جماعة كراسة الشروط بيتم تحميلها من موقع التمويل العقاري او من تحت الفيديوهات عندي. انا عامل كراسات الشروط، اطبع واملى اللي هم الاقرارين، اقرار على الشقة وبتكتبه وبترفقه مع الاوراق بس، وبتدفع المقدمه بتاعتك، وبعد كده بتدفع 20% منهم اللي هم من ضمنهم ال 40,000 جنيه. كده احنا داخلين على سكن مصر. طبعا احنا شايفين الطريق عامل ازاي، طبعا حاجه محترمه وحاجه نظيفه جدا. وزاره الاسكان طبعا عامله مجهود جامد جدا عشان الشقق دي توصل في احسن صوره للناس بدون اي معوقات ليهم. اهم حاجة يا جماعة عايزين شير للقناة. اول حاجة هندوس على كلمة اشتراك تحت الفيديو، بعد كده هنفعل الجرس وندوس الكل عشان يوصل لك كل جديد. خلاص، والشقة دي يا جماعة للناس اللي هي موجودة في مصر، دي تبع التمويل العقاري على 20 سنة، دي نظام قرض تمويل عقاري. تمام، يعني محدش يقول لي طب انا عندي 60 سنة هاخد، لا ما ينفعش، ده نظام قرض على 20 سنة. لازم يكون سنك يعني اكتر حيكون 40 سنة، بحيث يبقى 20 سنة لحد 60 سنة، من 40 ل 60. تمام، ربنا يوفقكم ان شاء الله. وهنيجي بقى نشوف الشقة عاملة ازاي، وداخلين دلوقتي احنا على العمارات اهوت عشان نوريكم الشقة اللي هو نموذج 115 متر. اتفضلوا معانا.
ده يا جماعة واجهة العمارة، ده 115 118 ده نموذج يا جماعة 115 متر سكن مصر من 6 أكتوبر. معلش بقى عشان الأنوار مفيش. ده نموذج 115 متر دور أرضي. طبعا دي الشقق اللي قالت عليها وزارة الإسكان والتمويل العقاري ضمن مبادرة التمويل العقاري والبنك المركزي. التقديم لآخر الشهر. مش عايزين بقى نطول عليكم يا جماعة، هنكمل كده إن شاء الله بكرة بقية الفيديو اللي هو سكن مصر بمساحة 115 متر. النهاردة شفنا الطريق عامل إزاي وشوفنا المكان فين بالظبط، وبدأنا نخش على الشقة، وإن شاء الله بكرة هنكمل بإذن الله بقية مساحة الشقة. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لك كل جديد. شكرا يا جماعة على حسن استماعكم، مع السلامة.